الناس بهجوم المسلم اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. مشاهدينا متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى لقاء يجمعنا بكم عبر الجزائرية الخامسة قناة القرآن الكريم، معكم وبينكم إن شاء الله تعالى للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم طيلة دقائق هذا اللقاء. وأتشرف باستضافة كل من فضيلة الشيخ الوالد أبو عبد السلام، فأهلا وسهلا وبكم، شيخنا أهلاً مبارك، أهلا وسهلا. وأحضر معنا الأستاذ الدكتور كمال بوزيدي، فأهلا وسهلا سيدي. وبكم أهلا حياكم الله، يبارك فيك. إذا نتواصل بعد بيان موضوع لقاء هذا العدد إن شاء الله تعالى على الأرقام الهاتفية 021-39-43-43 021-37-42-87. الموازين القسط. أيها الأحباب الكرام، في يوم القيامة، هذا اليوم العظيم، ينصب الله تعالى الموازين لوزن أعمال العباد ولإظهار كمال عدله. يقول ربنا في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. في ذلك اليوم يتمنى المرء حسنة ترفع إيمانه أو عملا يثقل ميزانه. وقد أخبرنا النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم عن أعمال تثقل بها موازين العباد أو تثقل بها موازين العباد يوم القيامة، فحري بالعاقل أن يتلمسها وأن يتمسك بها وأن يتعرف عليها. ونحن إن شاء الله تعالى نتعرف على هذه الأعمال. وقبل التعرف على الأعمال التي تثقل موازين العبد، نتكلم عن هذا الميزان وعن وجوب الإيمان به، وأنه موجود يوم القيامة، وأن الله سيزن أعمال العباد فيه تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. وفي الحقيقة ليس من شك أن هذا الميزان حقيقة موجود، نعم، كما يقول العلماء بكفتين ولسان، يعني كفة للحسنات وكفة للسيئات وبينهما لسان يعين الرجحان. فهذا الميزان أخبر به المولى سبحانه وتعالى، وبعد إخبار الله تعالى ما من شك. إذن هو حقيقة وليس حقيقة يعني، والإيمان به واجب، نعم، والاستعداد له أيضا أوكد، نعم. ورب سبحانه عز وجل أخبرنا بأن الناس صنفان، من تثقل موازينه ومن تخف موازينه، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فهو في أمه هاوية، يعني راه في خسران إلى خسران. وقد جاء في الأثر أن عبد من عباد الله تعالى يؤتى يوم القيامة إلى الميزان، هاتوا حسناته وهاتوا سيئاته، يلا ضعوا حسنة ضعوا سيئة، ترجح تعتدل ترجح تعتدل، فنيت الحسنات، وهل بقي له من السيئات؟ نعم، ضع سيئة، رجحت كفة الميزان. قالوا: انظر إلى ميزانك وإلى نتيجة عملك، يعني هل حينما نجرك إلى النار نكون ظالمين لك؟ سكت، لأن البينة أمامه، الميزان أمامه. فأمر الله تعالى بجره إلى النار، وهو يساق إلى النار التفت إلى ربه سبحانه عز وجل وقال: يا ربي والله ما كنت أظنك هكذا. قال: أوقف عبدي، هاتوه، ماذا كنت تظن به؟ كنت أظنك كريما عفوا غفورا يعني سموحا، كيف يعني من أجل سيئة تجرني وتسوقني إلى النار؟ قال: أنا عند ظن عبدي بي خذوه إلى الجنة
لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نحسن الظن بالله تعالى، وحسن الظن بالله تعالى واجب، لأن الله تعالى لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير، قدير على أن يعاقب المذنب على ذنوبه وهو عدل، كما أنه قادر على أن يعفو عنه وهو كرم وتفضل. والله تعالى يقدر على الحالين، فلذلك الإنسان ينبغي أن يحسن الظن وأن يجتهد في كسب الحسنات، لأن رب سبحانه عز وجل أخبرنا أن الأمر في الدنيا قبل الآخرة الحسنات يذهبن السيئات. ولكن ذلك اليوم فمن يعمل مثقال ذرة خير يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شر يراه، وكل من الخير والشر في كفتي الميزان، فإذا غلب شره خيره كان من أهل الخسران، وإذا غلب خيره شره كان من أهل الفوز والنجاة. فإذا الإنسان ينبغي أن يعد نفسه لذلك، ولكن إعداده لا ينبغي أن يغتر به ويقول أنا مجهز ما فيش ألم. لا، أنت محتاج ومفتقر أشد ما تكون فقرا إلى فضل الله وكرمه. لا تغتر بعملك. لما يأمر الله تعالى عباده أن يدخلوا الجنة بفضله، قال أحدهم ممن كانوا متعبدين زهاد كثير العبادة كثير الصوم كثير الصلاة، قال أنا لا أدخل بعملي، أودي أدخل بفضل الله بعملي. قال تعال حسبك، يلا أي جريحة البصر فقط العين كم تسوى؟ كم تدفع في حقها لو ضاعت منك، لو فقدتها كم تدفع لاسترجاعها؟ عملك الذي عملته كله ما يكفيكش حتى أنك توقف جلسة المحاكمة، فما بالك باسترجاع البصر. فإذن راه العمل نتاعك راه ما يسوي حتى شيء، إنما الله تعالى وعد ووعده غير مخالف مخلوف، أنه من أحسن الله يحسن إليه ويتفضل عليه، وإن أساء وأحسن الظن وتاب واستغفر غفر الله له، ولكن بشرط أن تكون هذه التوبة قبل مشرق الشمس مغرب من مغربها، قبل طلوع الشمس من مغربها، أو قبل الغرغرة، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها ولم يصل الإنسان إلى درجة مرحلة الغرغرة. فالإنسان إذن يبادر إلى التوبة ولا يغتر بعمله. والصحابة رضي الله تعالى عنهم قدوتنا، كانوا يجتهدون في الطاعات ومع ذلك يخافون. يقول أحدهم لو أعلم أن صلاة واحدة من صلواتي قبلت لسعدت أيام سعادة. لأن المشكلة مش في قضية أنك تعمل 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 تعمل، المسألة في القبول، هل عملك مقبول أم لا؟ لأن العمل المقبول يوزن في ميزان الحسنات، يعني يوضع في كفة الحسنات، لكن المردود وين نروح؟ كفة السيئات. ولذلك الميزان حقيقة، أنا يعجبني الشيخ العثيمين رحمه الله عليه في الكلام عن الميزان والتصوير الفني لميزان الله يوم القيامة، فهو يعني من أروع، وأنا أحسن طلبة العلم أن يقرؤوه ويدققوا فيه كثيرا، لأنه فعلا وصف ما بعده دقة ودعوة إلى الخشوع وإلى الاستعداد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله يجعلك حسنا إن شاء الله، تثقل جهة الحسنات وتخف أو يعني عاد تنعدم، ونحن ما نقولوش نعدم لأنه مستحيل ستكون بعد أن تكون ضعيفة بحيث الحسنات ترجح بكثرة بقوة. بارك الله فيك سيدنا شيخنا أبو عبد السلام. أيها الأحباب الكرام، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. وحسن الخلق أيها الأحباب الكرام هو كلمة الطيبة، هو التبسم في وجه أخيك، هو اللين في الجانب، واللطف والسماحة،
والصلة والإحسان وبذل الندى وكف الأذى. وهذه واحدة من عشرات الأفعال والأقوال والأعمال التي تثقل ميزان العبد يوم القيامة. نبدأ مع حسن الخلق وبعض الأعمال التي ترفع وتثقل موازيننا إن شاء الله تعالى. دكتور كمال. شكرا أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. أي المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العلماء قالوا خمس مواطن الإنسان بمعنى ينفرد بنفسه، بمعنى أن الإنسان لا يمكنه أن يدافع عنه أحد إلا أصحاب الشفاعة، إلا هو صلى الله عليه وسلم. قالوا من بين هذه الخمس هي الميزان. إذن الميزان اللي هو سبب دخولك للنار، سبب دخولك الجنة، والناس ثلاثة في الميزان. الأول الذي ثقلت موازينه وحسناته وأصبحت راجحة مع تثقيلة يدخل الجنة، هذا من أهل الجنة. والثاني من راجحت سيئاته وثقلت سيئاته عن حسناته، وفينهم من تساوت حسناته وسيئاته. فلذلك قال بعض العلماء أن هؤلاء أصحاب الأعراف يقعدوا كما قلنا ليزداطات، أقعد حتى يفصل بكم مولانا، هو الذي يفصل بين الخلق، لأنه لا حسنات غلبت سيئات ولا سيئات غلبت حسنات، يتوقف لا. ولكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من تقوى الله وحسن الخلق. وزيد على ذلك حسن الخلق، ما هو حسن الخلق؟ حسن هو الحياة، هي المعاملة. لهذا احنا دائما ننصح الناس أن الناس يعني يعاملون الغير، يعامل الخلق بأحسن ما عندهم. لهذا ربي شوف تكلم للناس كل، قال وقولوا للناس حسنا. الناس كافر، يهودي، نصراني، بودي، مؤمن، مسلم، عاصي، مشرك إلى غير ذلك، فعاملهم معاملة حسنة. هذا المطلوب منك أنت، مطلوب منك أن تدعوه إلى الإسلام بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا الإنسان يعامل الخلق بأحسن ما عنده، بأفضل ما عنده، حتى بمعنى يعطي الصورة الصحيحة والصورة الجميلة للإسلام. وأفضل وأحسن مثال هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعطى هذا المثال، اللي هو يعني مثال ما بعده مثال بالنسبة للبشر. فإذا لما الإنسان يؤتى بأخلاقه من حيث حسن الجوار، حسن المعاملة، الابتسامة للأخ، مساعدة الآخرين، تنازل عن حقه، عدم المراء، عدم اللمز، عدم الغمز، عدم بمعنى التحريش بين الناس، عدم الظلم، عدم أكل أموال الناس بالباطل، عدم أكل الربا، عدم الظلم يعني التعدي على أملاك الناس إلى غير ذلك. فهو ده هذا الإنسان لما يكون أخلاقه تكون بمعنى جميلة، فلما يوضحها ربي سبحانه وتعالى في الميزان، مهما كانت سيئات الإنسان، لأن مهما كان الإنسان يرتكب أخطاء ويرتكب سيئات، فإذا هذا الخلق هذا الحسن الطيب هو الذي يثقل ميزان هذا الشخص. هذا أثقل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ما فيش أكثر منه، أثقل شيء. فإذا وفيه كذلك صدقة، وفيه صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم في النهار، و100 مرة في يعني في الليل، يعني ما فيش أحسن ممن جاء بمثل هذا إلا رجل قال مثله أو زاد عليه أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر، 100 مرة في اليوم نفس الشيء، ما فيش أحسن منه، إما رجل قال مثله أو زاد عليه. هذا بمعنى الحسنات. وفيه يعني كذلك سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، تنساش الذكر، الذكر يملأ الميزان، ذكر الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله تملأ الميزان. نعم. وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. يعني ما في شيء إخلاص. ذكر الله يعني. ذكر الله يثقل الميزان. يعني الإنسان الذي يقرأ القرآن يسبح حتى الخشوع حتى النظر في ملكوت السماوات هذا كله ذكر. كل ما عنده علاقة بصير برب العالمين فهو داخل في الذكر. فالإنسان إذن فيه رواية يقول لك إنسان لما يعني ثقلت سيئاته وأصبحت راجحة على سيئاته عن حسناته بدأ ربي سبحانه لما أراد أن يغفر له قالوا انظروا يعني ما عنده قال يا ربي ما كانش قالوا لا زيدوا شوفوا قالوا ما كاين حاجة بك ما هي قالوا كان يكثر من قولي لا إله إلا الله ديروها شوفوا في الميزان داروها في الميزان ثقلت حسناته غلبت عن حسنات سيئات لا إله إلا الله ما كانش أثقل منها ما كان أحسن منها قولوا لا إله إلا الله فلا إله إلا الله نجتهم فأثقلت ميزانه وأثقلت الحسنات وجعلت أفضل من السيئات ذكر قولوا لا إله إلا الله هي من أعظم شيء الذي الإنسان لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أكثر من ذكر لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أحسن الذكر الذكر أول حاجة بمعنى يرطب القلب ويجعله حنونا طيبا مليئا بالرحمة ويقعد عندك علاقة مع ربي الله مع الله سبحانه وتعالى وراه يسجل عليك حسنات 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 هذا فقط وانت جالس ما جريت ما كذا ما وانت جالس فقط تذكر برك تذكر وهذا كل مجلستك يعتبر كله في عبادة كله في طاعة الله سبحانه في عبادة وهذه العبادة تقويك لمواجهة الدنيا ما تغريكش ما يجيك الظلم تعرف كيف تتقابل وتقابل بماذا بالحسنى بالحسنى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني بمعنى ادفع بالحسنى فلذلك الإنسان لما يتقوى بذكر الله لا يسرق ولا يغش في التجارة ولا يغش في العمل ولا يغش ولا يزور ولا يستعمل التزوير في الشهادة ولا بمعنى يكذب على الناس ولا يأكل أموال الناس لماذا؟ لأن هذا الذكر قوال قلبه اطمأن ألا بذكر الله تطمئن القلوب إيه؟ والقلب الطيب هذا والقلب المطمئن يكون دائما علاقة مع الله لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب إنسان تعمل قالك من الملائكة تقولوا يا ربي هم طلعوا لما يصلي الإنسان إن الله سبحانه وتعالى قال بمعنى يروى عند العلماء لما يسجد يقولوا مرة بيرفعوا له كل سيئة تاعه ديروها الجانب ما لازمش يصلي وهو بمعنى كما قلنا احنا واسخ وهو بمعنى عنده سيئات لا نحبه طاهر نحيهم له نحبوش نشوفه بسيئات تاعه ينحيهم له فإذا لما يعني بمعنى يكمل الصلاة قال ربي كمل الصلاة نعود نردوا له قال لهم كيف هو تكرم وجاء ضيف عندي والضيف وش يدير المضيف تاعو يقابلوا بالسيئات ولا كيف يعني بالعكس فإني قد غفرت له شفت النبي قال والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما كانش بمعنى أن هذه سيئات خلاص معفو عنها ربي سبحانه الكريم فلذلك لما يصلي الإنسان ربي يستحي باش يرد له هذاك الذنب يقول لا فإني قد غفرت له ترد هذا فإني قد غفرت له شوف هذا الإنسان كي يقول علاقته مع ربي سبحانه وتعالى فلهذا نقول للناس أيها الناس فكروا في الآخرة لأنه هو أعظم يوم أعظم يوم هو يوم الآخرة أما الدنيا هذه مهما حدث لك فإنك مفارق مهما أصبت فإنك تارك ومهما كسبت فإنك ذلك تارك نفس الشيء يعني خديتها بالظلم بالتزوير بالأخداع بالحيلة بالشطارة وتقول أني بنيت وعندي ولكن في الآخر وش في الآخر تخلي كل شيء
وتمشي باش تمشي، تمشي كما خرجت، كما جيت من خارج مكرش يماك من بطن يماك وخرجت واش لا تملكون شيئا، أميين لا تعرف تقرأ لا تعرف تكتب ولا تكتب شيئا، عريان خرج الدنيا عريان، ثم كساوك كذلك تخرج من الدنيا عريان ويكسيوك، تخرج من الدنيا يديوك للقبر عريانا وبقماش ويخليوك هذا ماذا فعلت في حياتك؟ ها هنا كتب هذاك هو إنسان يوجد روحه، ماذا كيف تقابل ربك وبماذا تقابله؟ وربي إن شاء الله يجعل إن شاء الله الميزان تاعنا يعني وحسناتنا يعني هي في راجحة ويجعلنا من أهل الخير إن شاء الله أهل الجنة إن شاء الله يا رب العالمين. دكتور كمال شكرا شيخنا أبو عبد السلام. إلى أذان صلاة المغرب يرفع الآن على مسامعنا حسب التوقيت المحلي لعاصمة لمدينة الجزائر العاصمة ومجاورها من المدن، وبعدها نستقبل المكالمات والاتصالات. حان موعد أذان صلاة المغرب. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. الكلام تاج الكلام، تاج القرآن الكريم، ويستمر التسابق نحو التاج. تاج القرآن الكريم في طبعته التاسعة، باب التسجيل مفتوح لكل من تراوحت سنه ما بين 18 و40 عاما من الجنس ذكورا وإناثا. على الراغب في دخول التصفيات الأولية للمسابقة زيارة موقع التلفزيون الجزائري www.mntv.dz أو الصفحة الرسمية لقناة القرآن الكريم على موقع الفيسبوك قناة القرآن الكريم التلفزيون الجزائري، أو صفحة البرنامج تاج القرآن الكريم، وذلك للاطلاع على شروط المسابقة. قم بتسجيل فيديو مصور لك وأنت تقرأ القرآن الكريم، أرسل المقطع عبر تطبيق فايبر على الرقم التالي، وذلك قبل 10 نوفمبر 2018. تاج القرآن الكريم، ويستمر التسابق نحو التاج. نتمنى إن شاء الله تعالى التوفيق والتسهيل والتيسير لكل المتنافسين والمتنافسات في هذه الطبعة المقبلة إن شاء الله تعالى من مسابقة تاج القرآن الكريم. إلى اتصالات، ومعنا السيد ميلود من ولاية المدية. عفوا، ميسوم من مدية. ميسوم،
الأخ ميسوم تسمعني؟ نعم. ألو. نعم. طيب نمر للاتصال الموالي. لاميا من عين الدفنة. لاميا السلام عليكم ورحمة الله. وي سلام خويا. مرحبا بك، تفضلي. خويا عندي سؤال يا أمكن. نعم نسمع سؤالك. يعني الزوج تاعي كيكون برا مع الناس يضحك ويقصر، بصح كيدخل داخل ما يضحك ما يقصر، كي نهضر معاه نقول له لازم نتحاور ولازم نتناقش، يقول لي ما دخلش الحق فيا، يقول لي ما تهدرش معايا. منبيتك؟ اي معايا عندي منبيتي. واضح ان شاء الله. كيكون برا مع الناس يقول لاباس عليك، كيدخل داخل ما يبغي يقصر معنا، ما يبغي يهدر معنا، صافي يسيبه جاب الطرف وقاعد. نعم. مفهوم السؤال؟ مفهوم ان شاء الله. اي أيوة. والسؤال الثاني يقول لي ما خالتي ما نهدرش معاهم، يقول لي ما يجوزش نهدر معاهم، نقول لهم لا صباح الخير، لا ما نهدرش كاع معاهم، ما نديهم البلاصه مثلا وحدي انا وياهم، يقول لي كاع ما يجوزش. عاودي السؤال الثاني غير مفهوم. السؤال الثاني. نعم. يقول لي انت خالتي بحال ما نهدرش معاهم، نقول لهم لا صباح الخير، لا ما نهدر معاهم، ما يهدروا معايا، يقول لي ما يجوزش. انت ما تهدريش مع خالته؟ هو ما يهدرش مع انت خالته هو. اه. يقول لي ما نهدرش معاهم، يقول لي ما يجوزش نهدر معاهم، يقول لي ما يجوز لا نهدر معاهم، لا نديهم البلاصه وحدي، ما يجوزش كاع هذا. نعم مفهوم. وحنا الصوالح اللي يجوزوا فيه يجوز يهضر معاهم ولا ما يجوزش، والصوالح كي يديهم للطبيب مثلا ولا يديهم البلاصه ولا. نعم. اي وضح لنا، صافي وضح لنا الصوالح اللي حلال واللي حرام. واضح ان شاء الله. اي صحيح صحيح. سلام يا لميا، شكرا. طيب الاتصال الموالي من غليزان، أمة الله السلام عليكم. أمة الله تفضلي في الاستماع. ألو. إليك أمة الله. نعم. ألو. نعم السلام عليكم. السلام عليكم حبيب هلا سألو. نعم تفضلي. سلام. تفضلي تفضلي يا سيدي. عندي خصني دعاء تدعو لاختي بالدريه الصالحه والام بالشفاء وانا لي بالزواج، وخصني رقم الهاتف تاع ابو عبد السلام. ابو نعم. عبد السلام. شكرا شكرا مع السلامه. طيب نضيف اتصالات اخرى. نعم طيب نجيب لاميا ريثما تسلنا بعض المكالمات. لاميا من عين الدفلة، شيخنا أبو عبد السلام تسأل عن تصرف هذا الزوج. نعم. اللي هو يضحك ويلاطف. نعم. الناس خارج البيت. نعم. ولكن وجه آخر في البيت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. هذا طبع فيه وليس وحده في هذا الطبع، أنا أعرف ناس من هذا النوع يعني كثيرين. نعم. تجدهم مع الناس منشرح الصدر منبسط منبسط وكثير الكلام، مش كلام يعني بذيء، لا. نعم. يعني كثير الكلام يعني معناها فيها فكاهة منفتح. نعم. منفتح يفاكه الناس يعني هذا هو. لكن عندما يدخل إلى البيت صنم صنم يعني لا كلام ولا سلام. نعم. ف يعني هذا التناقض في الشخصيه، هذا شيء يعني من الناحيه الدينيه مرفوض. هذا الانسان اذا لم يعطي هذه البشاشه وهذه الكلمه الطيبه وهذه الابتسامه وهذه الحنيه لاهل بيته، اين يجدونها؟ اين يبحثون عنها؟ الزوجه لو قال لها زوجها كذبا ومزاحا يا جميلتي ويا روحي ومن كلمات الغزل هذا العذري هذا، لا تسعها الدنيا وتجتهد في خدمته وطاعته بكل ما أوتيت، تتفانى في خدمته. ولكن عندما يدخل بهذا العبوس بهكذا يولي أهل الدار يتمنون استبطاءه، يعني عدم الدخول في الوقت، ماذا به يبطى يرحم والديكم، رانا منشرحين رانا نقصروا رانا كذا، يدخل هو يجمدنا الحاله كل، ماذا به ما يدخلش يقعد سن. هذا تناقض في الشخصيه. يا سيدي انت هذا الانشراح الانفتاح اللي تعطيه للناس راه اهل بيتك اولى به. احنا نقول لك انشرح وانبسط وانفتح وما الى ذلك مع الناس ومع اهلك، لكن في الصدق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح،
يمازح أصحابه، يمازح أهل بيته، ويمازح أصدقائه، ولكن لا يقول إلا حقا وصدقا. فأنت لماذا يعني تبقى هكذا عبوس قمطرير مع أهلك، وعندما تخرج إلى الخارج إلى الناس ينشرح حالك وينبسط وجهك وتطيب كلمتك وما إلى ذلك؟ أول حق من أهل بيتك أن تحسن إليه، ومن الإحسان أن تنشرح لهم، أن تسمعهم، أن تحدثهم حديثا يدخل السرور على قلوبهم. يعني هذا من أبسط الأمور. وكما قال أحمد شوقي: والغواني يغرهن الثناء. يعني أتصور أنت لما تمدح زوجتك وتثني عليها برجاحة عقلها وبحسن خلقها وبتفاني خدمتها في بيتها وبإعجابه بها وبشكر الله على أن رزقه مثل هذه الزوجة، كيف تكون هذه الزوجة هذه حالها النفسية؟ ممكن نوقف ونعود إن شاء الله. نعم، في مكالمات شيخنا الكريم لا نطيل على أصحابها. كريمة من بشار وياسمين من البوليدة. كريمة تفضلي. كريمة نحن في الاستماع لك، تفضلي. مساء النور، تفضلي بالسؤال. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال محيرني بزاف. خير إن شاء الله. خير. وبغيت رأي الشيوخ في الزوج، يعني بغيت حاجة اللي تطمن لي فيها. صح. طيب كريمة، نقصي التلفاز تماما واطرحي سؤالك، لأن فيه بعدك مكالمة. رجاء تفضلي. الو. واه، انا دوكا ام لثلاث بنات، بصح عندي الزوج نتاعي كل ما نتناقشوا انا وياه ولا ندار انا وياه يقول لي راكي حارمه ويقول لك مطلقه، وكل خطره كل خطره يعني قالها لي ربع خطرات. سقسيت الخطره الاولى قالوا لي هذه الطلقه الاولى طلقه ما نقولوا طلاق رجعي. عاود الخطرة الزوجة ثاني صرت لي المانكا قالوا لي كلا فيها محلل، ومنا ما كان لا محلل لا والو. انا ما غضبتش وما خرجتش من داري، قعدت غير في داري. بصح الزوج تاعي ولا كشغل والف على هذيك المسؤوش، بغيتي تكوني انت راكي مطلقه راكي مطلقه. بصح نهار اللي سقسيت انايا قال لي ايمان عندنا هنا في بشار قال لي بلي هذاك الطلاق اللي قلت اللي صراك بين الزوج وزوجك يعني انت غير مسؤوله عليه، انت نورمالمون ما تخصيش عليه، وهو اللي الدم بيديه. بصح انا ضميري ما هنانيش، ما قدرتش نعيش كيما هاك. كيفاش انا راني منا مطلقه ثلاث خطرات الاربعه وهو مازال قاعد معايا في الدار، ومين وصلتها قلت له يا ودي سيبو صاي يعني طلقني، يقول لي كلمة الأولى والثانية يقولها لي يقول لي دار الشرع راها قدامك. أنا باش ندير الخلع ما قديت ندير الخلع، ما عندي دراهم تاع الخلع. بصح أنا حاجة الوحيدة اللي باغية نعرفها واش هو الحكمي قدام ربي أنا بعدا، أنا أسكو عندي ذنب ولا ما عنديش ذنب. وبارك الله فيك. الله يبارك فيك. شكرا يا كريمة. طيب ياسمين من البوليدة. ألو. نعم ياسمين. ألو. نعم، نقص التلفاز ياسمين، نقص التلفاز الله يرضى عليك. صح. تفضلي بسؤال. حبيت نسألك خويا، كان عندي واحد المشكل مع العائلة. بابا بكري ربي يرحمه بنا واحد الدار. الوالد. بنا واحد الدار، بابا، الوالد. بنا واحد الدار، وديك الدار شغل ما حكمتش أنا فيها، حكم خاوتي وما حكمتش أنا. هم بعد ذلك شغل بابا كي مات وقاعد ذلك وصاهم عليها، قالوا أنا عندكم هم بلاكوا عليها. بعد بابا مات لا يرحمه ولك خالتي كذا وهذيك الدار ما عطاهم يتحقي فك علىه. أنا بابا ما مكتبنيش، اجعلها على اسم الأولاد فقط، كتبها غير على اسم دلالي، ما كتب لا على اسم يمان على اسم لا على اسمه لا ولا على اسمي. صح أنا بابا حتى ذلك الدار. وانت هي واحدة في الذكور هذا؟ أنا واحدة، كلا واحدة. ويماك كذلك مكتبش عليها؟ ما كتبش عليها، تعدو كانوا مكرهين الدار هذه، بصح أنا ما يعطونيش حقي. كي نقول لهم يقولوا لي ما تساليش، بصح أنا بابا على بالي بلي تحط، هو قال لي سالي بابا. جامي ما عطاونيش،
وكيقول لهم يزعفوا عليا ما يحبوش ولي ما تحبش نهضر لهم. صح انا ما نسامحلهمش عليها هذيك الدراهم، انا مانيش نسامح لهم عليهم، وانا ما عنديش، كان عندي مال ما نحوش، انا وكان عندي مال ما نحوش انا على هذيك ثلاثه ما عندي. طيب جعلتوا جماعه ياسمين، هل درتوا جماعه في العائله؟ هل ايه درت انا وهضرت معاهم، ومامي كانها قالوا لهم كيفاش ما تعطوا لهاش حقها، وبدكم دار فيكم الثقه، وانتم ما حبيتوش تحقرتوها، شغل حقرتوها حبيتوا تعطوها حقها. وطيب واش راهم يقولوا؟ راهم مصرين على عدم اعطائك ولا ما يمدونيش؟ ما يمدونيش، قالوا لي ما تسالش. مسجله باسم الاولاد. نعم. وكذلك عندي حاجة أخرى، عندي زوج تاعي قبيح بزاف وخفيف على حاجة، والو دير له واش دير له، مقلق يتجاوز في الدار مع ولاد وما يتفاهمش، عندي مشاكل في الدار دايما، عندي مشاكل مع الزوج، دراري ولادو كيما يديروا له ماشي مليح، كيما يديروا له ماشي مليح معاه، هو ما دار لهم والو، هو يعني مليح هي كيكون في يدو يقدر يجيب ما يخليناش. كيف هي فمه يهدر بزاف، يهدر يسد ما يخليش، يهدر كله. واضح ان شاء الله، واضح. صحة خويا، مع السلامة ياسمين، شكرا. من تلمسان السيدة فاطمة الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير. أنا عندي نعم يا فاطمة. من نصلي أنا نصلي وعقلي معاهم، خاف الكبيرة تمشي للصغيرة أو متجازين، نصلي وأنا مشي بعقلي. نعم. وأنا خايفة ربي يكون غاضب عليا، لأنه ما الصلاة واحد يكون لا يهدينا. واضح. صح، ما نقدرش نصلي هذا ونخاف يمشيوا لأختي. طيب. أختهم الصغيرة هايدا وكامل مقلقة، نصلي ونشوف من مورايا، نسافر من مورايا. سؤالك واضح سيدة فاطمة الزهراء. سؤال الزوج الله يخليك. نعم. أنا من كان بابا الله يرحمه حي، أنا كان عندي مشاكل مع الزوج تاعي، يو صرت كما قولوا سوار، سوار بعتو، يو بنيت دارنا، بنيت كما قولوا شومبرا هايدا ولا كويزين هايدا. يا بابا الله يرحمه قال لي هذا الشيء ما من موت ولا يصرى اللي يصرى، هذا البيت وهذا الكويزين أو الساعات مدى الحياة، مدى الامتحية ما كانش لي يهضر معك وما كانش لي يقول لك، ساعك هادو. يومي بابا الله يرحمه مات، دروا مانيش عارفة اسمو الدار خويا وخواتاتي، يا قالوا لي بلي هاد الشيها ماشي ساعك وما تعطيهاش نفسي، قلت لهم الله يسهل معليش غير عبيوها، عطيوني غير حق الدراهم تاع سوار اللي بعتو، باسكو هذاك السوار ماشي تاعي انا، عمله لي الزوج تاعي، الزوج تاعي لحد الان ما على بالوش بلي ذاك السوار بعثو، هو انني خايفه غير الزوج تاعي سالي بلي ذاك السوار بعثو، مانيش عارفه راني مانيش عارفه عندي حق يعطوا هذيك الجهه اللي مدها لي بابا في حياته ولا ما عندهمش حق. وكي قلت لهم مدوا لي الدراهم تاع السوار باش نمشي غير السوار باش الزوج ديالي ما يسالش، ما حبوش يمدوا لي. طيب واضح ان شاء الله. صحة. عندي سؤال الله يخليك إلى حدك سمحتي. باختصار السيدة فاطمة. الله يحفظك. أنا أختي عندي أختي صغيرة عليا قلقة بزاف. جينا نهضروا معها هكذا تزعف، دايما تزعف. زعما ما نزعفوها نقولوا تحم قلقة نزعفها. على أكثر الأسباب تزعف. تطلع على هاتي الصحة ما نبقاو نعيطوا لها ونقولها زعما نعيط لها شحال من مرة هكذا. أنا على خاطر ربي. ما نحبش زعما صلة الرحم ونقطع حشرة صلة الرحم هذا معك. نعم. هي ما تحبش ترد علينا، حبيت تنصحوا هذه الأخت تقول هذا ما بلي مش حق عليها، صلة الرحم ماشي كما هكذا، وعلى جال أسباب الأسباب تزعف. واضح إن شاء الله. يا بارك الله فيكم ويعطيك العافية. الله يعافيكم ويبارك لك، شكرا فاطمة الزهراء، مع السلامة. شكرا، إذا شيخنا أبو عبد السلام كنا قلت في الحقيقة في اتصال. نعم رب. نعم. سبحانه عز وجل شيخنا عندما لحظة ونعود في اتصال أخير ونجيب. مباركة من المدية معذرة. هلو. نعم مباركة تفضلي. هلو. نعم تفضلي بسؤالك. هلو نسمع فيك تفضلي رجاء. هلو. يا مباركة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. لاباس. نقصي التلفاز يا مباركة، نقصي التلفاز. دور نطرح عليكم سؤال. مبارك مبارك. أنا مرأة كبيرة عندي 80 سنة. الله يبارك. وعندي ولد خويا مربي الشيخ تاعي الله يرحمه. والشيخ توفى من عام 2004. وراه باقي مجرد عليا وانا خوف من جهه رب العالمين. انا متبريه بصح راني خايفه خوفوني. قالوا لي تتحاسبي به. كتبوا عليه، كتبوا عليه اسمه. ايه؟ ده اعطاه اللقب. والسؤال الاخر عندي، راني في داري نخلي الدار ومربيتي وليدات بنتي. كاين خويا ابن بوي، كاينين ولاد خويا. راهم يقولوا لي يخرجوا لي بنتك من الدار. علاه يخرجوك من الدار؟ كين موت، كين موت، كين موت. مبارك عاودي السؤال ثاني، عاودي السؤال ثاني. كين موت راهم خشي، راهم يخوفوا فيا. قالوا لي خرجوا لي بنتك من الدار. هذو ولادك؟ ايه؟ ولادك قالوا كي تموتي الطفله تخرج من الدار. خرجوا لي وليد بنتي من الدار. كاين خويا ابن بوي وكاين ولاد خويا. يخرجوا وليد اختك هذا اللي راه مكتوب على اسم وليد بنتي هو اللي راه متكفل بيا وانا قاعده معاه. الدار مكتوبه. وعندي سؤال واحد اخر. وهذه الدار على اسم من مكتوبه؟ ايه. الدار على اسم من كتبت يعني؟ الدار كاتبها الشيخ على اسمي. وقال كاتبها لي على اسمي. كون نموت انا قال بنيتها، وكي تموت بنتها لوليداتها. بصح راني خايف، راك عارف الشعب كيف راهم يهضروا. ايه واضح واضح. واضح ان شاء الله. ايه. والسؤال الاخر، ملي كنت صغيره شهر رمضان ما نقدرش نصوم صغيره بزاف. صمت منه 7 أيام قدام ربي، وذوق راه في عمري 80 سنة، وبنت بكري كنت مانيش عارفة. والباقي فطرتيهم؟ أه؟ فطرت 7 أيام. وصحيتهم؟ والله يخليكم لينا إن شاء الله. صمت 7 أيام. صمت 7 أيام. صمتي 7 أيام وفطرتي الباقي. شحال من عام كانت محمد فهمتي يقول لها؟ قلت لك صمت 7 أيام. صمت 7 أيام برك. وشحال من عام، شحال من عام صرا معك هذا الشيء؟ يا ودي في عمري 10 سنين ما قيل ولا 11 سنه ما نقول لك. صمت منه 7 أيام برك. ما ثم كنا ما نعرفوش التاريخ وما نعرفوش الوقت. يعني شحال من مره مرتين يعني عام عامين ثلاثه كم مره؟ عام واحد، عام واحد، شهر واحد تاع رمضان جاني في الصيف وما صمتوش. وانا للرجال. واضح ان شاء الله. واضح. صح صح. بسلامة سيدة مبارك. طيب نجيب شيخنا أبو عبد السلام ونرجع للسيدة. نعم. لمية. نعم. العلاقة الزوجية رب سبحانه عز وجل حددها في القرآن الكريم بالآية في تعيين الأهداف من الزواج أصلا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا كانت العلاقة الزوجية لا توفر هذه السكينة وهذا السكون بين الزوج والزوجة، ولا توفر أسباب المودة من الكلمة الطيبة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في العلاقات الخاصة قال لا 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 تباشروا كالبهائم، اجعلوا لذلك رسولا. قال ومن الرسول؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة صدقة سواء مع الزوج والزوجة أو مع الآخرين يعني مع غيرهم. فالكلمة الطيبة، لماذا يعني في خارج البيت يطيب كلامه ويلين علاقته ويرقق قلبه وينفتح لهم وينشرح، وفي البيت عبوس قمطرير؟ لماذا؟ هذا يعني هذا يسميوها انفصام في الشخصية. يعني عدم يعني هذا الإنسان يحتاج إلى فحص طبي نفسي
لأني مش حالة طبيعية هذه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمازح أهل بيته ويمازح حتى الجيران ويمازح حتى الصحابة والصحابيات عندما يقول للعجوز أنت لا تدخلين الجنة لأن الجنة ما يدخلهاش العجائز. أبكت مسكينة وكذا إلى آخره وحالة حالة حزنت حزنت وكذا إلى آخره. قال ما كان قال الجنة ما يدخلهاش النساء عجائز رحني واللي وكلهم شابات صغيرات كلك الحور العين ويدخلوا الجنة وهم شابات صغيرات. فعندئذ انشرحت وفرحت وما إلى ذلك. معناها فيه ممازحة فيه كلام طيب فيه إدخال سرور. يعني وش كلمة طيبة لما تقولها لزوجتك؟ احنا الرسول صلى الله عليه وسلم حرم علينا الكذب من ربي سبحانه عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصديقين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. ومع ذلك رخص لنا في الكذب مع الزوجين يعني بين الزوجين. يقولها أنت ما كانش أجمل منك ما كانش أحسن منك أنت سيدة النساء. الكلام هذا راح يخليها تبني قصور في الخيال نتاعها. وكذلك العكس الزوجة تحسن كلامها تحسن هندامها وتقول له يا سيد الناس يعني سيد الرجال كما يقول الإخوة في الشرق. يعني تصور هذه الكلمة هذه والله أنا دائما قلتها مرات عديدة. يعني رجل يخرج من بيته وقبل أن يصل إلى عمله تأتيه رسالة هاتفية رسالة في الهاتف من زوجته قلت له تقول له يا سيدي يعني كما نقولوا احنا بالدرجة يعني تهلا في روحك راني توحشتك يا روح روحي. يعني شوف الكلام هذا وش راح يخلي هذا الرجل المعنويات نتاعه في العمل نتاعه والاستسراع استعجال الوقت متى يعود إلى البيت. انظر إلى الكلمة الطيبة هو مو روح روحه. يعني رجل وعلاقة زوجية تجمعتهم والحمد لله والمودة والرحمة لكن هي حبت هذه المودة والرحمة تنميها ترسخها وتقويها في القلوب. شوف يعني بكلمة شريته وأنت كذلك أيها الزوج بكلمة تشتري زوجتك. كم من علاقات فاسدة وسوء تخاصم وعراك وما إلى ذلك بعدين خلاص تنفتر العلاقة وكل واحد يروح لحاله. شوية هكذا المبادر منهم طبعا يقول والله ما صبرت عليك ما قدرش ما صبرت عليك. لا هو يقول هكذا من الكلام هذا ولا هي تقول الكلام هذا. شوف كيفاش يكون فيه الاندفاع نحو بعضهم والتصالح فيما بينهم. لذلك ربي قال والصلح خير. فإذا أنا نقول للزوج هذا كنصيحة عمل هكذا حقق هذا الوئام هذا السكينة وهذا الطمأنينة في 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 أهل بيتك. ونقول للزوجة حاولي بلطافتك وبترقيق يعني كلامك وبتليين علاقتك معاه وتخلي كلامك يكون دائما طيب وابتسامتك وهندامك وما إلى ذلك وتعرفي زوجك وش يحب وش ما يحبش ودائما تسابقي إلى إحضار ما يحب. شوفي إذا ما تعلمت ما تغيرش العلاقة أنت مع هذا ستملكين أن تغيري من سلوكه إن شاء الله وربي يصلح أمورك. يا آمين إن شاء الله. طيب سؤالها الثاني دكتور كمال زوجها يقول ما يجوزلوش أنه يتكلم عن سخاوته وما يجوزلوش كذلك أنه يأخذهم إلى الطبيب إلى المواعيد المهمة. هل هذا صحيح؟ نعم الحقيقة يعني هذا محروم يعني من فعل الخير ومحروم من خدمة أقرب الأقربين إليه وهم الإخوة الأخوات وهذو هما نسموهم احنا بمعنى العائلة الواحدة الأسرة الواحدة من أصحاب الأرحام أصن أخواته وهو لا يريد أن يقدم لهم خدمة ولا أن يكلمهم. نساء أخوته نعم سخاوته نعم سخاوته هو حرفهم لأنه لا من المحارم ولا شيء وإنما ممكن آذاوه ممكن لحقوله الآذى ممكن لحقوله
يعني يسمع كلام كذا وكذا هذا من حقه، ولكن باش يحرم نفسه على انه ما يقدمش خادمات يقولوا لا لا خادمات. خاوتك يقول مثلا مع اولادهم مثلا اولاد خاوتك احتاجوا الى مستشفى باش تدي زوج اختك مع وليدها مع محرم كبير وكذا، لا عيب عليك ما تديهاش، هذا اخوك قدم له خدمه، ليه هو قدم له خدمه حتى لو كان اجنبي هو يقدم خدمه، هذا وما ادراك من اقرب الاقربين. قولوا لا، انسان يفعل الخير لازم الانسان يكون دائما يعني عنده الخيريه في قلبه، مش بمعنى من اجل سلوك يعني منحرف ولا سلوك شغل قاسي ولا كلمات جارحه هكذاك خلاص يقطع العلاقات ويقطع الرحمه ويقطع الخير، لا لا لا. هاو شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا حصل له، نعم، وماذا تحمل وماذا، ولكن عمره ما فقد الخيريه ولا حرم الناس ولا قال ما نعاونش ابدا. يعني لما يجي هذاك الخصوم وهذاك الانسان كما نقولوا احنا الجهول وهذاك الانسان الظالم اللي دار فيه ودار فيه، لما يجي يطلب منه خدمه يمشي معه ويقدم له خدمه وينسى واش دار له، هذا كذلك. قولوا ربي واش قال؟ ادفع بالتي هي احسن، يعني قابل سيئه بالحسنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الانسان ماذا يفعل؟ يا اخو هو بدل السيئه باش بالحسنه بدلها، نعم، واتبع السيئه الحسنه تمحوها بدلها، اخدم هذه السيئه الانسان دارها انت غلط بدلها بحسنه، فلعل عندك سيئات كثيره فامحيها بهذا فعل الخير، فعل الخير. وهذه الاخت النساء تاع الاخوه اذا كانوا بمعنى لم يعاملون يعاملنك بمعنى باللطف ولا يعني بالحنان ولا انت عاملهم بمعنى باش بالافضل بالاحسان بالاكرام حتى تكسبهم، حتى ما يعودوا يحشموا انفسهم يقول لك شوف واش درنا فيه ولكن شوف واش يقدم لنا هو، يعودوا يحشموا. هذا هو الاحسان، يكسب الناس يكسب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن بمعنى كالمكافئ بمعنى نروح نزورهم يزوروني نزورهم ما يزورونيش ما نزورهمش، لا. هذا بالنسبه لهذا الاقربون لما تمشي اليهم هم ما يجوكش وانت تروح لهم، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا ما توقفش دائما بقى صيله خليهم يدوا الاثم انت ما تديش. كذلك الاخوات هذو الاخوات اللي هما نساء الاخوه نقول لهم يا ولدي انت بالنسبه لك انت راهم احشم من خاوتك، نعم، دير الخير في وجه خاوتك يا سيدي، قدم طلبوا لك خدمه لخاوتك انت في وجه خاوتك خدم الخدمه هذه سهله من مهمه، قدم المخادمات كي يمرضوا روح زورهم، ماهوش بمعنى انك تقطع العلاقه لان اسانا اليك. فلهذا احنا نقولوا يعني ربي يعني يهدي الخلق. امين امين ان شاء الله. انا فهمت حاجه من السؤال، تفضل شيخنا. أنا فهمت أنه هذا حب يعمل ضوابط شرعية، نعم، يعني نفسه. معناها لا يحدث نساء إخوته ولا ينقلهم في بالسيارة إلى مكان ما سواء المستشفى ولا الطبيب ولا لقضاء مصالح وإلى الزيارة العائلية وما إلى ذلك. هنا نقول له كاين فرق بين عدم الكلام والكلام، نعم، في مجلس عائلي كبير يعني هذا نساء خوتك راهو ساكنين معاك، والا زرت خوك في داره اذا كل واحد يسكن وحده ما تسلمش على اهل الدار. فالكلام في غير الخلوه نقول له لا حرج عليك، تكلم الكلام الاخلاقي المؤدب ومع غياب الخلوه، هذه وحده. ثانيا نقلك لهن في مصالح سواء استشفائيه والا سوقيه ولا كذا، هذا النقل هذا مش ممنوع على 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 اطلاقه، ممنوع لما تكون انت منفرد مع زوجة اخيك وحدكم في السياره وتروح في الاماكن يعني الشوارع خاليه، هذا اللي ممنوع، هذا اللي تنحرز منه وتحتاط منه ما تعملوش. لكن لما تركب معك زوجة اخوك ومعك زوجتك انت رايح تديها للطبيب ولا تديها للمستشفى، وراه الحرج هنا؟ ما كانش مرفوع الحرج،
ولا تركب معاك زوج خوك ومعاك معها وليدها عمرها 20 عام ولا 25 عام وراها الحرج، خلاص انت ما تنفردش بها فقط وانت تنقلها من البيت الى مكان اخر، والله اعلم. الله فيك، شكرا للتنبيه شيخنا. أمة الله من غليزان طلب الدعاء لها ولأمها وأختها. والله نسأل الله تعالى أولا أن يرزقها الأولاد. آمين. هي طلبت الدعاء بالإنجاب، يعني ربي يفتح عليها إن شاء الله ويحقق لها مآربها وتقرب بهم عينهم إن شاء الله جميعا، وربي يشفي أمها ويشفي أختها ويلين القلوب ويألف بينها إن شاء الله. آمين. ويجمع أفراد الأسرة كلها في محبة ووئام. آمين آمين. طيب هذه المشكلة اللي كريمة من بشار طرحتها سيد الشيخ، هذا الطلاق الواقع وتردده للطلاق، والآن خيرها أن تبقى أو ترفع أمرها للقضاء. إيه نعم، هو راه يضغط عليها. نعم يضغط عليها حتى هي تلجأ إلى رفع القضية إلى العدالة والخلع. والخلع والله إحنا ربي سبحانه عز وجل ونهانا على هذا الأمر، هذا انهانا باش نظلم النساء ونستبد في حقهم ونمارس كل انواع الضغوطات باش يكرهوا ويروحوا يديروا خلع ولا كذا باش يعوضوا، يعني هذا ربي سبحانه ونهانا على هذا. فما بالك يعني هذا الانسان اللي يمارس على زوجته هذه الضغوطات هذه. يا سيدي هذا كما قال تلاقيته بالمعروف، فيه انسجام، فيه تفاهم، فيه وئام، فيه يعني اولا ما تسرعش إلى اتخاذ مواقف تندم عليها في حياتك، لأن المرأة هذه الزوجة اللي راهي معك زوجتك، ولا قدر الله لو وقع لي انفصال راح تتزوج راح زوجها امرأة كما هذيك المرأة اللي زوجها مطلق بعد ما أعطته الدرس قالت له ولكن كله سمك، قالها فهمت يعني هذيك امرأة هذيك امرأة هذيك امرأة هذيك امرأة كلهم نساء. فإذا أنت راح معك امرأة ولا قدر الله لو كان تفترقوا راح تجيب امراه اخرى امراه، والانسان انسان ماهوش ممكن باش ديروا على المقاس قطعه ثوب نروح للخياط نقول له من فضلك فصل لي هذا العبد هذا على مقاسي، مش ممكن. فلذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهنا ربانا وصانا قال يا ودي هذه زوجتك شريكه حياتك ممكن تكره منها خلق وترضى منها اخلاق اخرى، فهذا العيب يغطيه الحسن من جهة أخرى. نعم. كما لله سبحانه وتعالى، وبشوية بشوية هذاك العيب يتغطى ويروح، لأن أحيانا الزوجة خاصة في حادثة الزواج ممكن مازال ما عرفش كيفاش تتكيف وتتأقلم مع الوضع الجديد. نعم. أنت لازم هي تقول أنا أم لست بنات، ست بنات يعني راهي سنوات يا سيدي، يعني كل واحد راه قرأ الأخر وحفظه، يعني كيفاش الان والا من هذا انك الناس اللي يكرهوا البنات ويحبوا الاولاد يعني كرهها من اجل انها لا تنجب اولاد. يا سيدي هذا البنات راهم منك، يعني علميا اثبت باللي تعيين جنس الجنين يكون من جهه الزوج ليس من جهه الزوجه، جهه الزوجه وعاء عندها البويضه وتستقبل من يلتحم معها ويقع الحمل، لكن المستقبل هذا الوارد هذا المستقبل هو اللي عنده إمكانية تشكيل الجنين هذا إلى أي جنس يكون، فهو أنت. قالتها المرأة العربية ما نحن إلا كالأرض لزارعين هذا، ولماذا نخرج منها فينا، لماذا لا تحملها ما هي في يعني في براءة تامة من المسؤولية على ذلك. أول المسؤول الأول هو ربي سبحانه وتعالى، يهب لي من يشاء إناثا ويهب لي من يشاء الذكورة، هو ربي واختار لك الإناث سبحانه باش تدخل الجنة، اختار لك الإناث باش تدخل الجنة، لأن سيدنا رسول الله عندما قال من رزق ثلاث بنات وأحسن إليهن تربية وتعليما وتزويجا كنا له سترا من النار، يعني دخل الجنة بهن. فإذا الإنسان هذا نقول يا ودي عدل نفسك وأحسن إلى زوجتك وأم أولادك، الآن ما بقاش فيه كلام باللي ما نحبكش ولا مانيش منسجم معاك وتضغط عليها باش هي تطلب الانفصال، لا هذا حرام عليك، الظلم ظلمات يوم القيامة. انتهى وقت الحصة، تبقى الأسئلة معك سيدنا الشيخ يوم السبت. يوم السبت عندي الدكتور، عند الدكتور كمال. إذا تتمت الإجابة على الأسئلة البواقي هذه إن شاء الله يوم السبت، ويعذرنا أخواننا نظرا لضيق الوقت. نأتي إلى نهاية هذا العدد وختامه.
نتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة إن شاء الله تعالى، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.